هذه اللحظات ينطلق الشوط، شوط الحول المحليات، العصايل، شوط الخنجر، والمسافة 8 كيلومتر. جائزتنا للمركز الأول الخنجر، بالإضافة إلى الخنجر نصف مليون وسيارة نيسان ستيشن. المركز الثاني هناك 300,000 درهم بالإضافة إلى سيارة شيفروليه ستيشن. المركز الثالث 200,000 درهم بالإضافة إلى 200 هناك لاند كروزر بيكاب. المركز الرابع 100,000 درهم المركز الخامس 50,000 درهم نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين. ونرى الآن المشتركين في هذا الشوط. الشاهينية للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وبرة للسيد سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني، مرموقة للسيد غانم بن سيف بن غانم آل سيف الخيارين، هملولة للسيد سعود بن صالح بن حمد القمرة، الزعيمة للسيد محمد بن جاسم بن براك المزروعي. نتابع مجرياتي وفعالياتي هذا الشوط مباشرة، نسير بكم مع مقدمتي هذا الشوط. ورى الآن اللي على المقدمة، هملولة على مقدمتي هذا الشوط للسيد سعود بن صالح بن حمد القمرة مع الشعار، شعار السندباد القطري على ظهر هملولة. ننتقل إلى المركز الثاني، وبرة في المركز الثاني للسيد سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني، وفي المركز الثالث الشاهينية للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وفي المركز الرابع الزعيمة في المركز الرابع للسيد محمد بن جاسم بن براك المزروعي. وين المركز الخامس؟ مرموقة في المركز الخامس للسيد غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. هذا أول ندى للمراكز الخمس الأوائل. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى هملولة، هملولة على مقدمة هذا الشوط للسيد سعود بن صالح بن حمد القمرة على مقدمة هذا الشوط. والتضمير والتدريب والتسيير مع حمد بن سالم بن يهويل المري، وبرة وصلت مع المضمر الهادي والمالك الهادي سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني مع وبرة على المركز الثاني. وفي المركز الثالث الشاهينية للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، شعار السالمية، شعار قسطرة الذي ينتزع كأس الكؤوس، كأس الثنايا لأبناء القبائل بنفس هذا الشعار، الشعار الغربي، شعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. واليوم يشاركنا في شوط الخنجر في الحول المحليات الأصايل بالشاهينية، وهي في المركز الثالث في هذه اللحظات. الزعيمة في المركز الرابع تبى تتزعم غيام هذا الشوط، الزعيمة للسيد محمد بن جاسم بن براك المزروعي. وفي المركز الخامس مرموقة للسيد غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. هذه النتيجة، هذه النتيجة، وهملولة، هملولة وبرة على مقدمة هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهملولة لا زالت مسيطرة على مقدمة هذا الشوط للسيد سعود بن صالح بن حمد بن قمرة المري بالشعار السندباد القطري. يا سلام. المركز الثاني، وبرة في المركز الثاني للسيد سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني، وفي المركز الثالث الشاهينية للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الرابع الزعيمة للسيد محمد بن جاسم بن براك المزروعي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس مرموقة، مرحبا بمرموقة، بدأت تقترب، بدأت تقترب من المراكز الأربع الأوائل، أنها مسجلة تاريخ مشرف مع هذا الشعار، شعار صايد الرموز غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. هي في المركز الخامس وترقبوها في الكيلو الأخير، كيلو الامتحان، كيلو التحدي، كيلو الأوامر، كيلو الانتزاعات للسبوق. وها هي هملولة، هملولة على مقدمة هذا الشوط، لا زالت مسيطرة، سيطرة ك
كاملة، سيطرة فعالة، سلالة هملولية مع هملولة على مقدمة هذا الشوط للسيد سعود بن صالح بن حمد بن قمرة المري، وبرة في المركز الثاني للسيد سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني، وفي المركز الثالث الشاهينية، وحذاري من الشاهينية، ها هي الشاهينية على المركز الثالث غادمة من الغربية ومن مدينة زايد للمشاركة في هنا في هذا المهرجان السنوي الكبير. ها هي الشاهينية للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وفي المركز الرابع الزعيمة للسيد محمد بن جاسم بن براك المزروعي، وصلت مرموقة، بدأت تغترم مرموقة، صاحبة الشكل المرموقة، صاحبة العرض المرموقة، ها هي مرموقة، مرموقة للسيد غانم بن منصور بن غانم آل سيف، الخيارين وأهل العوينة يتابعون أداء مرموقة في هذا المساء، وأهالي الدوحة عينهم وأمالهم على مرموقة اللي في المركز الخامس. يا سلام، لكن وبره 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 وبره، وأيضا هملولة عينها للدوحة يتابعون هذا الأداء، الأداء المتميز في هذه اللحظات. ها هي وبرة بالشعار العنابي، ها هو الشعار العنابي على ظهر وبرة للسيد سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني. يا سلام، هادي في أداء، لكن في الميدان شرس، وفي المنافسة شرس. ها هو سعيد بن عبد الهادي الشهواني مع وبرة على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني هملولة للسيد سعود بن صالح بن حمد بن قمرة المري، غادمة من دولة قطر من ميدان الشحانية للمشاركة هنا في هذا المهرجان وفي هذا الختام، ختام الوثبة 2015. مرموقة في المركز الثالث، مرموقة للسيد غانم بن منصور بن غانم بن سيف الخيارين، وفي المركز الرابع الشاهينية في المركز الرابع، وهي تحمل رقم واحد للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وفي المركز الخامس الزعيمة للسيد محمد بن جاسم بن براك المزروعي. يا سلام على هذه الخمس، الخمس من الحول المحليات الأصايل في موقع واحد بقيادة وبرة، بقيادة وبرة صاحبة الإنجازات العديدة من يوم هي حجة حتى وصلت مع سن الكبار، ومع الرقص مع الكبار، ومع الرموز، ومع الخنجر، ومع الختام. ها هي وبرة على مقدمة هذا الشوط، وهي ترقص على مقدمة هذا الشوط، وأجواء ميدان الوذبة في هذا المساء الحلو الجميل، في هذا الحضور، في هذا الحضور الحلو الجميل. وها هي وبرة بدأت تغادر، بدأت تباعد بمقدمة هذا الشوط بقيادة المالك والمضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني. يا سلام، المركز الثاني هملولة، في المركز الثاني للسيد سعود بن صالح بن حمد بن قمرة المري، المركز الثالث الشاهينية للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، مرموقة في المركز الرابع للسيد غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، الزعيمة في المركز الخامس للسيد محمد بن جاسم بن براك المزروعي. يا سلام، ها هي وبرة على مقدمة هذا الشوط، وهي مغادرة بدون أي أوامر تذكر من المالك والمضمر والمدرب والذي يقوم بالعناية، العناية التامة لدى وبرة سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني. الخنجر، الخنجر تنتظر، تنتظر الفايز، تنتظر مالك وبرة، تنتظر مالك الشاهينية، تنتظر مالك هملولة، تنتظر مالك الزعيمة، تنتظر مالك مرموقة. ووبرة الأقرب، الأقرب، الأقرب لهذا الفوز، الأقرب لهذا الرمز، الأقرب للخنجر. حتى هذه اللحظات يد سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني الأقرب للخنجر وانتزاع الخنجر بوبرة. وها هي وبرة بدأت تتجاوز الكيلو الأخير، كيلو الامتحان، كيلو التحدي، كيلو الصراع، كيلو السبوق، والسبوق تريح أعصابك، تشتهر ويشيع طاريها، لو تعشيها على ثيابك ما تضيع مروتك فيها. يا سلام، يا سلام، يا سلام، ووصلت الشاهينية، وصل الإعصار الغربي. يا سلام،
سلام يا سلام يا ابو زايد، دفع بالشاهينية وهي تحمل رقم واحد، بدأت تنتزع الخنجر من تحت اقدام وبرة. في هذه اللحظات الشكل جميل والاداء جميل والعرض جميل والشعار جميل. يا سلام يا ابو زايد، يا سلام يا اهل الغربية، نقول سلام سلام عليكم يا اهل الغربية، واسعد الله مساكم يا اهل مدينة زايد. تهانينا للعصار الغربي محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وتهانينا للمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. اسعد الله مساك يا ابو محمد، اسعد الله مساك يا ابو زايد على هذا الفوز بالخنجر في هذا الشوط، شوط الحول المحليات الاصايل المركز الثاني، وبره لسيد سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني، وفي المركز الثالث هملوله للسيد سعود بن صالح بن حمد بن قمره المري مرموقه، في المركز الرابع للسيد غانم بن منصور بن غانم ال سيف الخيارين، وفي المركز الخامس الزعيمه للسيد محمد بن جاسم بن براك المزروعي. هذه النتيجه، هذه النتيجه، والشوط انقضى بقياده الشاهينيه وهي تنتزع الخنجر، تنتزع السلامات الى اهالي مدينه زايد من هنا من عاصمه الميادين من ميدان الوثبه، وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناه ياس الفضائيه وقناه دبي ريسنج. ها هي الشاهينيه ساعه تسلل الى مقدمه هذا الشوط ورمزي هذا الشوط. ها هو الشعار المسيطر في سن اللقاء، في سن الثنايا حاصل على رمزين، واليوم يضيف مع الكاسات ايضا خنجر في هذا السن مع الكبار، ومحل الرقص مع الكبار يا ابو زايد. قطعه مسافه 8 كيلو متر في زمن وقدره 13 دقيقه 8 ثواني 6 اجزاء من الثانيه. تهانينا للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، والذي وصلت في المركز الثاني. نشوف وبره، وبره ايضا ما قصرت، الله يقول الحق، قدمت عرض ما فيه الكفايه 13 دقيقه 12 ثانيه 6 اجزاء من الثانيه. تهانينا للسيد سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني، والذي وصلت في المركز الثالث. نشوف المركز الثالث، ناخذ اللي في المركز الثالث، وصلت في المركز الثالث لحظات. ها هي هملوله وصلت في المركز الثالث 13 دقيقه 19 ثانيه 4 اجزاء من الثانيه. تهانينا للسيد سعود بن صالح بن حمد بن قمره المري على هذا الاداء المتميز في هذا المساء المتميز. وفي هذه اللحظات احيل الميكروفون للزميل والاخ سعد بن متلع العتيبي اللي وافيكم بالتعليق على هذا الشوط، وهو شوط الزمول المفتوح لابناء القبائل، الشوط السيف المفتوح لابناء القبائل. والكلمة لك يا أبو محمد. شكرا سالم بن سعيد بن حضيرم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ.